أنا إذا تسمحون، نعم مناسبة اتصال الأخ من المغرب طرأ على بالي شيء، يعني أردت أن أعلق عليه إذا أمكن، وهو أنه في الأخبار التي تواردت في الفترة الأخيرة بلغني أنه كان هنالك اجتماع وزاري لدول المغرب العربي، يعني ظاهر تونس، الجزائر، المغرب، وأن هذا الاجتماع على ما يبدو كان من المسؤولين عن الإعلام ووزراء الإعلام. ففي خلاصة هذا الاجتماع، يعني في البيان الرسمي الذي طرح بعد انتهاء هذه الاجتماعات، كان مما ورد في هذا البيان التأكيد على أن المجتمعين أو المؤتمرين قد أعدوا خطوة أو أعدوا خطة لتعزيز ما يسمونه الإسلام السني. يعني هذا التعبير استخدموه في ذلك البيان لأول مرة، وكان لافتا من قبلهم، والتفت إليه أيضا المراقبون وفسروه بهذا التفسير. قالوا إن التأكيد على مسألة تعزيز الإسلام السني لا يكون وراءه إلا استشعارهم خطرا حقيقيا من الإسلام الشيعي، ولولا أنهم يستشعرون مثل هذا الخطر لما كانوا قد أضافوا هذا القيد للإسلام. يعني حينما كانوا يراقبون سابقا مثلا بياناتهم كانت تقتصر على ذكر الإسلام مثلا، لكن الآن بدأوا يقولون الإسلام السني تحديدا، وهذا بسبب استشعارهم أنه بالفعل الإسلام الشيعي خاصة في دول المغرب العربي بدأ يعني ينتشر انتشارا واضحا كظاهرة يعني كبيرة وظاهرة طاغية على الساحة الآن. فهذا أمر من جانبنا نعتبره مبشرا بالخير إن شاء الله تعالى، وأنه المغاربة وعموم إن شاء الله أبناء هذه الأمة يعودون إلى الإسلام الحقيقي، وهو إسلام أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم.